الآن يمكن نقول اليوم بأنه الدفعات الشكلية لا اللي تقدم بها الدفاع ديال الأخ عبد العلي حامد الدين ولا اللي تقدم بها الطرف المدني يمكن نقول بأنها انتهت. المحكمة، الهيئة ديال المحكمة أرجأت المداولة بشأن هذه الدفعات الشكلية إلى تاريخ 1 أكتوبر المقبل. لا زالت لدينا الثقة، نؤكد على ذلك، لا زالت لدينا الثقة في هيئة الحكم من أجل أن ترجع الأمور إلى نصابها، وما نتمداوش في هذا الملف اللي كنعتقد بأن تكلفته هي تكلفة كبيرة على بلادنا وعلى صورة بلدنا، باش نرجعوا للروح الإيجابية اللي انخرطت فيها البلاد ديالنا منذ التصويت على دستور 2011. بالنسبة لليوم، جلسة اليوم كانت جلسة تعقيبية فقط، تناول السيد الوكيل العام مشكورا المرافعة ديالو. السيد الوكيل العام أكد على المرتكزات اللي أكدنا عليها في الدفاع. أولها السيد الوكيل العام قال أن الحق في الحياة هو أسمى الحقوق وهو الأولى بأي حماية. واحد، وأكد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأكد أنه ما كاينش بقية البث، ما كاينش تقادم، وأن فتح الملف من جديد هو ملف قانوني قضائي انسجاما مع القانون ومع الاتفاقيات الدولية ومع حتى الأحكام. وضح السيد الوكيل العام حتى مع الأحكام ديال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. تقدموا الجميع، تقدم مرافعات المحكمة، حزت الملف فيما يتعلق بالدفوع والطلبات الأولية لجلسة 11، ولكن بالنسبة للموضوع تقرر تأجيل الملف لجلسة 3/12 للدخول في البحث والمناقشة، والمحكمة غتستجوب وغتستنطق المتهم، ومن بعد غتستمع للشهود، ومن بعد غتكون المرافعات اللي كاينه.